نحن في عيادة جراحة وتجميل الأنف في مركز لايف لونج الطبي، نقوم بجميع عمليات تجميل الأنف ابتداء من عملية تجميل الأنف الأولية، سواء كان ألف عريض أو متحدب أو كان طويل وملتوي، أو حتى إذا كان متعرض إلى حادث، أو حتى إذا كان في أي تشويه خلقي. تتميز عيادتنا في لايف لونج بولي كلينيك بإجراء عملية التجميل للأنف الثانوية، يعني إذا الرجل أو المرأة قد أجريت لهم عملية تجميل أولية غير ناجحة أو هن غير راضين عنها، فريق العمل بخبراته ممكن يجري عملية تجميل لثاني أو ثالث مرة. كما يمكننا إعادة النفس الطبيعي للشخص بإزالة أي انحراف أو تقليص اللحميات التي هي في أكثر الأحيان تكون السبب الأساسي لإجراء أي عملية للأنف. يحصل المريض في عيادتنا على تشخيص دقيق قبل إجراء أي عملية تجميل للأنف، بحيث يشاهد الشخص على الكمبيوتر خيارات عدة لشكل الأنف، وبيتم اختيار الشكل الملائم لطلبه وشخصيته. نقوم بعيادتنا بتجميل الأنف بطرق غير جراحية. هذه التعديلات تجري باستعمال حقن البوتوكس والفيلر، وهذا النوع من التجميل يجري في العيادة وقت قصير 10 إلى 15 دقيقة فقط، وبألم بسيط ولا يذكر. معظم عمليات التجميل في لايف لونج بولي كلينيك ممكن إجراءها تحت التخدير الموضعي. هذا النوع من التخدير هو أخف على الجسم، وآثاره الجانبية أسرع في الانحسار وأقل بكثير من التخدير الكامل.